السلام عليكم. وقفت والية ولاية سكيكدا السيدة مداحي حورية على مدى تقدم الأشغال بالمناطق الصناعية أو مناطق النشاط الصناعي بولاية سكيكدا، واللي تتواجد في 3 بلديات، هي بلدية عين ششار وبلدية رمضان جمال وكذلك بلدية الحروش. إذن هذه 3 بلديات فيه توسيعات للمناطق الصناعية أو المناطق النشاط يعني المختلف، لأن الآن الصناعة أصبحت لا تستغني على النشاطات الأخرى المتمثلة في الإعلام الآلي وتكنولوجيات المعرفة والاتصال وكل ما هو غير صناعي ولكن يوازي النشاطات الصناعية، إذن ما نسميه بالنشاطات مناطق النشاطات. إذن واللي هذه أكيد هذه المناطق تاع النشاطات سوف تستقطب مستثمرين جدد بالولاية تاع سكيكدا، اللي رغم الموقع الاستراتيجي نتاعها ما زالت يعني لم تلتحق بالركب. كما للعلم أن هذه المناطق الثلاثة تتربع في مجمول وهو حوالي 200 هكتار، إذن في مجمول المساحات هذه نتاع المناطق نتاع النشاط الصناعي اللي قلنا متواجدة في ولاية سكيكدا. نترككم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.